أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع ولا تدع مع الله
له الحكم وإليه ترجعون صدق الله.